إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق انبرق. فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق، وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح الخير لكم حبيباتي، صباح الهنا، صباح الفرح، صباح السعادة، صباح الخيرات. تكون قاعدين تشوفوا الخير اللي بعثوا لنا ربي، مرحبا بك يا ربي، والحمد لله على الثلوج هذه اللي هبطت والإنسان يكثر من الأدعية سيخطو في المطر وفي يعني في الثلج، لأن السماء تكون بابها مفتوح كما يقولوها. كثروا من الدعاء، كثروا من الدعاء حبيباتي، هكا باش يرزقنا ربي من خيراته. لهنا يا البنات جبت لكم كراتان تاع نهار اليوم اللي بزاف بزاف هاي، اللي هو كراتان خضار، كراتان بوكو بلوس بيفانجيل يا البنات. وكما راكم تشوفوا حبيباتي، اول حاجه نبدا بها هي نحضر الخضار تاعي اللي راح نديرها، يعني لي زانغريديون اللي نحتاجهم نجيبهم حدايا. لهنا نظفت الجريبات، نظفت البيضنجال، البطاطا كذلك قصيتها دي بتي كوب وبديت نقليها. لهنا الخضار تاعي كامل راح نقصهم دي بتي كوب كما راكم تشوفوا. لهنا راني حطيت البطاطا تتقلى، وكذلك زدت راح نزيد ندير البيضنجال تاعي نقصه مكعبات مكعبات صغيره باش نزيد نقليه، ونفس الشيء مع الجريوات. الجريوات لهنا كانت عندي حبه واحده متوفره. المهم حبيباتي لهنا انت كما نقولوها الكوزينه ملعبك، حطي واش عندك متوفر. عندك جريوات بزاف ديري جريوات، عندك بيضنجال ديري بيضنجال، عندك بطاطا ديري بطاطا، يعني لك الاختيار في ذلك. هو مجرد فكره يعني بوكو بلوس يا البنات. هذا بما ان احنا مقبلين على الشهر الفضيل، يعني على شهر رمضان، وكما تعرفوا باللي احنا بوكو بلوس في رمضان يا اما نديروا كفته، نديروا جواز، نديروا لي غراتان بوكو بلوس، يعني هذا بزاف بزاف طبق مليح للشهر الفضيل شهر رمضان. وزيد بزيد حطيت لكم يعني كما نقولوها طبق متكامل، حطيت الغراتان مع الكسره. ما تعيش روحك يعني، شوفي عطيت لك فكره من الكسره وجبد هكا حبيباتي. لهنا قليت الخضار نتاعي هذوك وحطيتها تستقطر. بالمناسبه يا البنات انني من كي نقليها كما نقولوها في الصباح ونديروا العشاء باش نخليه يقطر خلاص من هذاك الزيت. لهنا حكمت الخضار تاعي اللي قليتها بيضنجال بطاطا جريوات خلطتهم مع بعضهم، ولهنا راح نسيزونيهم يا البنات لاني ما ملحت ما درت فلفل الكحل. لهنا حطيت شويه ملح وشويه فلفل اسود وخلطتهم. وهذيك صلصه الطماطم البنات، صلصه الطماطم هي صلصه تاع البيتزا. الطماطم تربيتها ولا كيما نقولوها تربيها ولا ترحيها وتحطيها طيب مع غير فان تاع الزيت وشويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه فصوص نتاع الثوم، وحطيت مع ثلاث فصوص نتاع الثوم. وبالنسبه للافيون داشي طيبتها بالملح والفلفل الاسود. هذا ما كان خلط كل شيء مع بعضه كيما راكم تشوفوا، الطريقه راهي جد واضحه امامكم. تسمى كيما نقولوا هذا ما فهمتونيش في الهضره بعينيكم تفهموا كلش. جبت لي مول تاعي انا، درت زوج هذوك فرديين البنات، هذو الفرديين جبتهم معايا في الشارع انا في بالي تما تاعي ليا وللزوج، وحبيت هكا نزيد نشري منهم ما لقيتش يا البنات. بصح بزاف بزاف هايلين، حتى في التقديم تاعهم ولا كولر تاعهم بزاف هايله. لو كان نلقى ان شاء الله راح نزيد نشري اربعه باش يولي لي اوموا سته. المهم حبيباتي حطيت لهنا في لي نتاعي، ولهنا تقدري كما قلت لكم تقدموه في مول كبير، يعني مول عائلي وخلاص. هذه هي البنات لهنا بعد ما حطيتهم راح نحضر الخلطه هذه اللي راح تخلي لك الكغاتان تاعك هايل 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 يا البنات. اون دي غير راكي كثرتي الفرماج وداب لك من الفوق وانت ما درتيش، حطيتي غير شويه. بما ان على بالنا باللي في شهر الفضيل نستغلوا بزاف يعني نكونسوميو بزاف الفرماج والعظم
العظام والحوايج هادو بالطريقه هذه راح تخلي لك الكونسوماسيون تاعك تقل شويه، راح يعني تدير لك وجه لهذاك الكراتان تاعك بدون ما تكتري من الفرماج. لان حبيباتي واش حطينا؟ حطينا زوج بيضات، حطينا زوج عظم، زوج بيضات، وحطينا زوج فرماج مثلثات نتاع لافاش كيري، وضربتهم بالميكسر كيما راكم تشوفوا، وبعدها حطيتهم على وجه الكراتان تاعي، وزدت ثاني هكا درت ثقوب هكا فيه باش يدخل لي الكراتان تاعي لداخل كيما نقولوها الحشو الداخل. وهذه حبيباتي، ولهنا راح نجيب الطرف نتاعي تاع شي داغ، اوليو لي تكتري الفرماج لهنا حنحط غير شويه برك في الوسط حبيباتي. والله يا البنات بزاف بزاف يجي هايل، جربوه بالطريقه هذه ماكمش حينتندموا عليه. وسورتو سورتو الوليدات راح يحبوه وما يفيقوش باللي راهو فيه الكراتا، ما يفيقوش باللي في الكراتا نتاعكم البيضنجال، لانكم تعرفوا باللي الاولاد ما ياكلوش البيضنجال والجريوات بزاف. بهذه الطريقه مع الفيونداشي اللي من داخل والبطاطا راح تقدري تلعبي لهم شويه على المورال كيما نقولوا، يدوق يلقى الفيونداشي ويلقى لي فخيت ويلقى يقول باللي سي بون هذا ما فيهش يعني الحاجه اللي ما نحبهاش. وهكا يا البنات، وسورتو سورتو البنه يا البنات والله غير يجي يهبل يهبل. جربوه، وكيما ديما نقول لكم التجربه خير دليل، وهذا والله يستحق التجربه. لهنا حبيباتي حطيته الفور ايت في الفور ايت كراتينا غير من الفوق برك يا البنات، ما حبيت نغطيه ما والو لان كل شيء طايب فيه، حطيته غير من الفوق يا حمار، وما حبيتش نحمره بزاف باش يجيني هذاك اللون تاعو المليح، يبقى هكا البيضانجير وبطاطا كتبان والفرماج الله الله من الفوق. المهم يا البنات ما تحمروهش بزاف باش يبقى لكم طري ويجيكم بنين. هذه هي يعني النهايه نتاع الوصفه نتاعي، هذه هي كيف خرج لي جاي يهبل. حتقدمي مع شرائح نتاع ليمون وشويه نتاع دبشه ولا معدنوس ولا، وتحطيه وشهيه طيبه حبيباتي وشهيتكم في الجنه. والله يا البنات يستحق التجربه، جربوه وارجعوا لي بالخبر، وارجعوا لي في الكومنتار تاني واش رايكم في الكراتان اللي درتوه. وبالمناسبه يا البنات الكراتان تاعنا ما يجيش ناشف من داخل، لان حطينا الطماطم هذيك وزيد ما حطيناهش في الفور من التحت كيما نقولوها، ما شعلتش عليه من التحت باش يبقى لي من داخل من الدي ما ينشفليش، شعلت غير من الفوق جوست يطيبوا البيض هذاك ويدوب لي الفرماج وخلاص، باش يبقى لي الكراتا كيما نقولوها فيه هذيك لاصوص ما يجينيش ناشف من الداخل. وهذه هي حبيباتي لهنا راح نروحوا نحضروا مع بعضنا الكسره نتاعنا اليوم اللي بزاف 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 هايله حبيباتي، وتوجد بالخف سورتو للنساء العاملات، و وكما نقولوها تجي بنينه وما تخليها لا تطلع لا والو، ديريكتومون طيبيها او ميم طون يعني تجي خفيفه وتبان طلعات وكل شيء. لهنا حبيباتي واش حطيت فيها؟ حطيت حوالي فنجان نتاع زيت، حطيت كميه نتاع الججلانيه، حاولوا بالبنات حاولوا تدخلوا الججلانيه والسينوش في الاكلات نتاعكم لانهم بزاف صحيين وغنيين بالفيتامين. ولهنا حطيت مغرفه صغيره برك نتاع الخميره نتاع الخبز، ومغرفه صغيره نتاع السكر الملح، وحطيت باكي نتاع خميره كيميائيه. وهذه يا حبيباتي لهنا راح نحاول كيفاش نخلط لي زانغريديون تاعي مع بعضهم ونبل بالماء دافي. وهذه هي الوصفه نتاعنا نتاعنا اليوم تاع الكسره يا البنات، تجي غاطو ايماجيني والله غير تجي كاطو. وزيد الحاجه اللي ديما نهضرها لكم انها ما تديش الوقت، تخليهاش تطلع وتركاح ومن بعد عجني ومن بعد ديري يعني مباشره، غير ديريها غير يسخن طاجين بعد تبداي طيبي، وهذه الحاجه المليحه. وزيد الغسول تاكي تعود مليحه وتعود بنينه وتعود كيما نقولوها هشه وخفيفه بزاف تجي هايله. وهذه هي يا البنات هذه الوصفه نتاعنا نتاعها اليوم نتاع الكسره كيما راكم تشوفوا. لهنا انا دقيق هذا الدقيق تاع 100 الفاني نستنى غير وقتاش يخلط لي يا البنات، باسكو بزاف بزاف يعيي، وزيد كيما يقولوها ينشف يشرب يا البنات يشرب، اني بليتها شويه جاريه جوست ما خلصت بعد لقيتو زاد شرب لي، لان جوست حطيت الطاجين برك يدير شوفوا كيفاه زاد شربت يا البنات. هاني زدتها نزيد نحط لها فيها شويه ماء باش تجيني مليحه. الدقيق هذا قولوا لي يا البنات اسكو نتوما ثاني بالمناسبه الدقيق هذا يا البنات اللي راهو تاع الباي، الباي تاع 10 تاع 25 كيلو هذاك تاع 100000 اللي راهو الناس كل يعني شراوه، بما ان الفتره اللي فاتت هذه كل الدقيق مقطوع فيها
ربي يجيب الخير بك حبيباتي. ينشف قراض هو صح فيه العلك وكل شيء بصح ينشف فيه البنات. يشرب الماء اللي انا زدت له شويه نتاع ماء وكيما شفتوني دخلتها شويه في بعدها جوست دخلت الماء هذاك وبديت اللوز في الكسره نتاعي وبعدها نبدا نطيب مباشره حبيباتي. وهذه هي يا البنات الوصفات نتاعي نتاع نهار اليوم. درت قراطه وبيضان قرات نتاع البيضانجال مع الكسره هذه. شوفوا جوستي تعيط لها كسره محشيه هذه وانا نقولها معجونه بطريقتي. هذه كسره معجونه بطريقتي. تشوفوا تجي بزاف هايله بزاف بنينه. جربوها بطريقه هذه على بالي بلي راح تولي بتعتمدوها ديما. وهذه يا حبيباتي اللي احنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو نتاعنا اليوم. راح نخليكم تكملوا كيف حضرت وكيف طيبتها وكيف يعني حطيتها بعد مع الكراتان تاعي. وما تنساوش تخليوا لي بتيت كومونتير والجيم واللي مش مابوني تابوني في القناه باش يلحقها كل جديد ان شاء الله. وسورتو الوصفات رمضانيه يعني راح نحاول كيفاش نكثر لكم بها نكثرها لكم يعني بكثره نحط. راح نحاول كيفاش نميل بوكو بلوس في القناه للطبخ هاد الايامات باه انتم تاني تستفادوا وتعاوي الخير برك حبيباتي. ملقى الخير ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه. Thank you.